السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. نادي القضاة يطالب بمزيد من فصل السلطات في التعديلات الدستورية المقترحة في مخرجات الحوار تحقيقا لاستقلالية القضاء. وزير الاقتصاد والتنمية يتحدث عن تقدم كبير تحقق في مجال مؤشرات التنمية العالمية والإفريقية. مبادرة صوت المعلم تندد بتجريد 300 معلم من ترقياتهم وإعادتهم إلى الفصول الدراسية. أهلا بكم إلى التفاصيل. طالب نادي القضاة في موريتانيا بتكريس مبدأ الفصل بين السلطات في التعديلات الدستورية المرتقبة وتعزيز استقلالية القضاء من خلال منح مزيد من الصلاحيات للمجلس الأعلى للقضاء والحد من تسلط السلطة التنفيذية على القضاء. نتابع. أصدر نادي القضاة الموريتانيين وثيقة تضمنت مقترحات هامة فيما يخص إصلاح القضاء ومنحه مزيدا من الاستقلالية، ودعا بعض النشطاء في النادي إلى استفادة المتحاورين من المقترحات مسجلين ملاحظتهم بأنه كان من الأنسب أن يدعى النادي للحوار ليكون بخبرته وتخصصه جزءا من قوة الاقتراح القانوني، خصوصا فيما يتعلق بمواد الدستور والنظام الأساسي للقضاء اللذين يبقى من المهم خضوعهما للمراجعة والتعديل بما يضمن استقلالية القضاء. وجاء في الوثيقة المنشورة على موقع النادي أن المواد 89 و90 من الدستور الموريتاني الحالي والمتعلقتين بالسلطة القضائية تحتاج لإعادة صياغة لتكريس مزيد من فصل السلطات والقضاء على تبعية الجهاز القضائي للسلطة التنفيذية كما هو حاصل الآن. وسجلت الوثيقة أن خضوع قضاة النيابة لإدارة ومراقبة رؤسائهم التسلسليين ولسلطة وزير العدل أمر مسلم به في معظم التشريعات، إلا أن إخضاعهم لسلطة وزير العدل يمثل هيمنة للسلطة التنفيذية ويناقض أهم مبادئ دولة القانون والمتمثل في مبدأ الفصل بين السلطات. وتشير الوثيقة لمسألة جوهرية فيما يتعلق بتحقق استقلالية القضاء كأمن القاضي على نفسه وحياته من التهديدات والتي ينص عليها النظام الأساسي للقضاء، لكنها فارغة المحتوى بحكم ما يكرسه الدستور من تبعية، وللقيود والاستثناءات الواردة بنفس النظام تبقى بحاجة لتقويضها دستوريا حتى تمكن مراجعتها. وركزت الوثيقة على ضرورة كف يد السلطة التنفيذية المبسوطة بسوء الصلاحيات والهيمنة الواضحة التي تجعل القاضي آلة حتى فيما يخص تسليط القضاء على نفسه، إذ يعطي النظام الأساسي للقضاء وزير العدل صلاحية توجيه الاتهام وتحريك وممارسة الدعوى التأديبية ضد القضاة الجالسين، وهو ما يعد حسب الوثيقة خرقا لمبدأ فصل السلطات ومساسا باستقلالية السلطة القضائية. وطالبت الورقة على وجه الخصوص بمنح المجلس الأعلى للقضاء صلاحيات أوسع، خصوصا فيما يتعلق بتحويل القضاة على التأديب، لا أن تكون صلاحية التحويل على التأديب أداة بيد وزير العدل. قال وزير الاقتصاد والتنمية إن التقارير الدولية للتنمية كشفت تطورات وصفها بالمتواصلة حققتها موريتانيا على مؤشر التنمية البشرية، حيث حققت البلاد تقدما كبيرا ما بين سنوات 2010 و2014. تفاصيل أوفى نتابعها في هذا التقرير. قال وزير الاقتصاد والمالية إن موريتانيا شهدت منذ عام 1980 تطورات متواصلة لمؤشر التنمية البشرية، حيث انتقل هذا المؤشر حسب التقارير الدولية للتنمية من 0.34 سنة 1980 ليصل 0.47 سنة 2010، ثم من 0.48 سنة 2013 ليصل 0.5 سنة 2014. واعتبر الوزير أن شعاري التقريرين العمل من أجل خدمة البشرية بالنسبة للتقرير الدولي وتسريع وتيرة التطور في إطار مسارات التنوع وحرية المرأة في إفريقيا بالنسبة للتقرير الإفريقي،
يشكلان حديث الساعة لما يتضمنانه من تحديات للتنمية البشرية ومحاربة الفقر، مؤكدا أن هذه التحديات ظلت في صميم الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر، حيث شكلت النظرة الاستراتيجية للحكومة في أفق 2015، وهي التي أدى تنفيذها إلى تسجيل تطورات مهمة في هذه المجالات، خصوصا من خلال خطة العمل الأخيرة. وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود واكبتها تطورات مهمة في مجال التشغيل، حيث أن معدل النشاط في موريتانيا وصل 63.4% سنة 2014 بدلا من 34.4% سنة 2012. كما أن النساء يشغلن اليوم 30% من المناصب الوزارية، وتمثيلهن في البرلمان انتقل من 4% سنة 2004 ليصل إلى 7.21% سنة 2014. وخلال نفس الفترة فإن نسبة النساء في المجالس البلدية وصلت 35%. تحدثت التسريبات الواردة من أروقة الحوار عن مقترحات عديدة لإجراء تعديلات دستورية شاملة قد تأتي بما يناهز ثلثي الدستور الحالي من المواد الجديدة التي تطال جوانب مؤثرة تتعلق بإعادة تنظيم المؤسسات العمومية وخصوصا التشريعية، فضلا عن التقطيع الإداري والتمثيل النسبي في الولايات والمقاطعات. المزيد نتابعه فيما يلي. قالت مبادرة صوت المعلم أنها أخذت علما بقرار وزير التهذيب الوطني بتجريد ما ينيف على 300 معلم من ترقياتهم وإعادتهم للفصول الدراسية، وهو تصرف يعتدي على حقوق مكتسبة للمعلمين نالوها عبر مسيرة طويلة تكريما لهم على المثابرة والإخلاص والجد في العمل. واعتبر بيان المبادرة أن القرار فجائي، وهو ما يستدعي مطالبة الوزارة بالعدول عنه فورا لما يمثله من ظلم للمعلمين. عرفت أسعار الخضروات والفواكه في المكشوط ارتفاعا كبيرا وندرة في السوق نتيجة عوامل مختلفة، مما أعاد التذكير بضرورة العمل على مزيد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال لتجاوز هذه المشكلة المزمنة. نتابع. سوق الخضروات الأكبر بنواكشوط الذي يعد شريان الحياة بالنسبة لسكان العاصمة والمزود الرئيسي بهذه المواد المؤثرة في الوجبة الموريتانية، وتشهد أسعار هذه المواد في الأيام هذه ارتفاعا اشتكى منه جميع من التقيناهم لمجموعة من الأسباب، منها فصل الخريف وكونها تأتي مستوردة من الخارج في أحايين كثيرة. بارك ما شاء الله زين، كان في هذه الفترة صعبة شوية، البضاعة دائما غالبا تعود تجي الفترة حالا وعارف صعيبة أخبارها شوي، ولكن بعد لا بس يجي بعض من الأيام اللي تعود بضاعة وعارة، يجي بعض من الأيام البضاعة تعود لا عادية، لكن فترة بين فترة الخريف عادة تعود الخضرة لا عادية أخبارها بيروان وتو من هو شيء ما حملت الشتاء اللي دائما تعود هجنة، تعود الأسعار متدينة متدنية وتعود كل شيء متناول الجميع، لكن هذه الفترة حالا تعود البضاعة غالبا تعود دائما وعلى
واعر واعر مولانا واعر كنا حي واعر مش براني تواعر اتصال لهم واعر كي تمات 400 وكي بصر كيف ذلك وما هي ما عندها مش واعر. ارتفاع يعزوه تجار الى اسعار الشراء والنقل الى الاسواق الداخليه. الخضره واعر فيها فتره تبدا تعرف عند الحد يوم السبت دعم الخضره واعر مش كنتنا الوحيده في الخضره اللي تعار الناقدين الناس اللي يمشوا بها في الشرق العيون وياكل ياكل جيله هي سبب تعار الخضره. اسمع هون المقاربه يجيبوا هون مره 5 وتات ومره 6 وتات هو السبب من الخضره تعار نقولوا احنا من نشري بضاعه تلحقها 300 وتلحق 400 نحن شرينا عندهم 300 نبيعوا والله شرينا 350 نبيعوا على 400 والله سياك اسعار فوقك. مشاكل ومطالب عدة يطرحها كثيرون لعل أبرزها غياب المشاريع الزراعية وعدم إعطاء عناية خاصة للمزارعين دعمهم بالوسائل الضرورية لسد الاكتفاء ذاتي للبلاد خصوصا فيما يتعلق بالمواد الغذائية الضرورية هي مطالب يطرحها كثيرون بإلحاح. أعلن فقيه إيران محمد فالو الرشيد الانسحاب من حركة إيران مؤكدا أنه يمارس هذا التصرف ويعلنه للرأي العام عن وعي وقناعة. واعتبر الرشيد أنه فقيه لكل الموريتانيين وليس فقيها خاصا بالحركة، مشيرا إلى أن قناعته بالانحياز للمستضعفين من كل الفئات هي ما جعله ينتمي لمن رفع شعار الدفاع عن المستضعفين. يعني تايب عن قضيه اني ساندت المظلومين يا غالي ليه شفت ما اللي معناها فهم نوع من الغموض وشفت فهم معناها انها فهم شبه جهويه والله قاعد اسريه انا قاعد ما نظلم جهه كامله يا غالي بعد فهم اسريه وعاد فهم معناها حركات نفعيه اخترت ما اللي معناها اني ما نعود مساند ظلم الاحراطيين والمتاجره بهم وعلى انهم حد يدافع عنهم وفي نفس الوقت كذب ما نختار لهم اللي يحاكموا الاحراطيين ويحاكموا الدين وعود الاخلاق وشفتها مولي حركه تستفز شريحه واحده من المجتمع به اللي فهم واحدين اخرين فيهم العبوديه من السنوش ومن الكولا ومن هذا يغير في نفس الوقت استفزازهم معناه ما يمتسوا. وشدد الرشيد على ان انسحابه من إيرا لا يعني التخلي عن نصرة المستضعفين او الدفاع عن قضايا الامه والشعب منوها الى انه سيواصل العمل من اجل مساعده الطبقات الهشه من المجتمع. العبوديه حلها لابد من الجميع، ما الغاء البيضان ما هو ممكن قاعد اطلاقا نهائيا. ما يصح الغاء من الكفر ما يصح الغاء الاحراطيين ما يصح لا بد معناها بشراكه ويلا تعود الحركه عندها وسيله كنت اقنع البيضان لين يقولوا هذا حق ويلا نتوبوا لان عاد الحركه عايزه عن اقناعهم وفي نفس الوقت اللي ما عندها قاع برنامج ما هم كتاب المستوى السياسي شلون يعدلوا الاحكام للبلد المستوى الاقتصادي شلون يعدلوا والمستوى معناها مكتفيه باثاره العواطف انتم معبدين مظلمه لا اللي خلق في التاريخ واثاره العواطف حد ذاتها ما تحل مشكله الاحراطيين مشكله الاحراطيين لابد من حل الصعيد الوطني. نهاية النشرة تذكير بالعناوين. نادي القضاة يطالب بمزيد من فصل السلطات في التعديلات الدستورية المقترحة في مخرجات الحوار تحقيقا لاستقلالية القضاء. وزير الاقتصاد والتنمية تحدث عن تقدم كبير تحقق في مجال مؤشرات التنمية العالمية والإفريقية. مبادرة صوت المعلم تندد بتجريد 300 معلم من ترقياتهم وإعادتهم إلى الفصول الدراسية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 9 نشرة إخبارية بحول الله. شكرا لحسن المتابعة. السلام عليكم.